وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل يقول: عندنا إمام في مسجدنا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسبل يديه، يعني يرسلهما لا يضع اليمنى على اليسرى، فإذا وصل عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فإنه يمسك اليد اليسرى باليمنى. نقول هذا خلاف السنة، وأخشى أن يكون بذلك قد أتى بفعل ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأخشى إن كان يعتقد أن هذا هو الصواب أن يكون قد ابتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن حديث ابن عمر قال في الصحيح: قال كنا نؤمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ويكون هذا بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وليس بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والمرور 5 آيات في الفاتحة ثم نأتي عند اهدنا الصراط المستقيم فنضعها. فنقول ينبغي أن ينبه مثل هذا وأن يناصح، لأن فعله ليس على الهدي وليس على السنن. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعاننا وإياكم على كل بر، ونجانا وإياكم من كل سوء وشر. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.